مشاهدينا السلام عليكم. في هذا البث المباشر كنقدموا لكم مباشره من مدينه المحمديه اللي عامره اليوم الاحد في خامس ايام عيد الفطر. البحر عامر، الشوارع عامره، خاصه ان هذا الازدحام كيتزامن ايضا مع المباراه الهامه اللي غتجمع شباب المحمديه والرجاء البيضاوي. البحر عامر بحكم انه ايضا كيتزامن مع الحراره المفرطه اللي كاينه. اذا هانتوما كما كتشوفوا المحطات ديال الحافلات، عدد كبير من المواطنين اللي كيتسناو الحافلات باش يمشيو يرجعوا لمدينه الدار البيضاء والبرنوسي. اذا هانتوما كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، المدينه عامره بزاف، البحر عامر، ما كتلقاش فين تلقى فين تحط بلاصتك. كاين رواج اقتصادي كبير، الطاكسيات هانتوما كما كتشوفوا بالصوره، كلشي خدام، كلشي محرك، الحافلات ايضا كنتواجدوا ايضا بالقرب من محطه ديال القطار. بطبيعه الحال كلشي محرك كما قلنا لكم، ما كتلقاش فين تحط بلاصتك في البحر عامر. اذا كنتواجدوا في واحد من اكبر الشوارع بالمحمديه اللي هو شارع الحسن الثاني. اذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام، وكل واحد يقول لنا المدينه اللي كيشوفنا منها واش المدينه عندهم حتى هما الا كانت ساحليه او داخليه، واش فيها رواج اقتصادي، فيها الازدحام بحال كما كتشوفوا الان في مدينه المحمديه. بطبيعه الحال هذا الشارع، هذا شارع حسن ثاني، ولا كيعرف واحد حركه السير دؤوبه. بطبيعه الحال كنتمنوا تكون شي حلول بالنسبه لهذا الشارع، يكون واحد نفق على مستوى الكليات، وايضا نفق هنا على مستوى تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس، بحكم ان الشارع ولا كيعرف حركه السير والجولان بكثره، ولا واحد الضغط كبير عليه. هانتوما كما كتشوفوا الان بالصوره. اذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث الحي المباشر اللي كنقدموا لكم مباشره من مدينه المحمديه على ايقاع هاد الازدحام اللي كاين، وايضا الاختناق المروري اللي كاين. بطبيعه الحال كنسجلوا حضور رجال الامن في كل المدارات، ولكن رغم ذلك هناك الاكتظاظ بحكم انه كاين ضغط، كما كيقولوا البراني داخل المحمديه بزاف، وكنا مغاربه بطبيعه الحال. مرحبا بالجميع وبالجاليه ايضا. اذا المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده، الموضوع ديال هذا اللايف هذا وهو اننا كنوضعوكم في الصوره على انه هناك اكتظاظ، كنتمناو يتوضع حل لهذا الشارع هذا، توضع له حلول باش ما يبقاش فيه هذا الاكتظاظ وهذا الاختناق المروري. تصوروا الان باقي الصيف ما كاينش، واش الصيف بدا من شهر 4؟ هذا هو السؤال. فينا هو شهر 7؟ فينا هو شهر 8؟ وما تبقى من شهر 9؟ يعني الزوار ديال مدينة المحمدية ولاو كيجيو ليها من شهر 9، وأيضا الساكنة أيضا ولاو كيمشيو للبحر. البحر عامر اليوم لواحد الدرجة كبيرة. إذا كل واحد يقول لنا المدينة اللي كيشوفنا منها واش عندهم هذا الاختناق المروري، واش الحركة التجارية مروجة. اذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر اللي كنقدموا لكم مباشرة من مدينة المحمدية. إذن هانتوما كما كتشوفوا بالصورة فرقة الدراجين رجال الأمن في كل مكان في الشوارع ديال المحمدية من أجل تيسير حركة السير.
لان انتم كما كتشوفوا بالصوره إذن المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهدة كنتواجدوا في مدينة المحمدية. إذن هانتوما كما كتشوفوا بالصورة كاين واحد اختناق مروري، ولكن هانتوما كما كتشوفوا بالصورة رجال الأمن في كل مكان في كل المدارات. كما قلنا لكم كيتزامن هذا الاختناق المروري مع المباراة اللي غادي تجمع شباب المحمدية والرجاء البيضاوي في تمام الساعة 9 ليلا. بطبيعة الحال هناك بلاغ ب عدم السماح بالتنقل الجماعي لجماهير فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى واحد موفق للفريقين. اذا انتم كما كتشوفوا مشاهدينا كان اختناق مروري كبير. مدينه المحمديه ولا كتعرف واحد الاختناق مروري منذ سنوات. اذا المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده، الموضوع ديال هذا اللايف هذا وهو ان المحمديه اليوم لاحظنا على انه وكان اليوم بداية ديال الصيف. هذا غير شهر 4، فينا هو شهر 5، فينا هو شهر 6، فينا هو شهر 7 باش كيبدا الصيف يتحرك. فينا هو شهر 7 على من البدايه ديال شهر 7 من المفروض هو الى حد ما فصل الصيف، مع العلم ان يعني شهر 7 15 7 هو الوقت ديال البدايه الحقيقي ديال شهر ديال فصل الصيف. لان دابا في شهر 4. اذا انتم كما كتشوفوا بالصوره الامن في كل مكان. هذا كبير من المواطنين اللي كينتظروا الدور ديالهم باش يركبوا في الحافلات من الرجوع للمدن ديالهم. إذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر كما كتشوفوا بالصورة. عدد كبير من الحافلات المتواجدة وبجانبهم رجال الأمن في كل مكان بطبيعة الحال. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذا البث المباشر ونرجع لكم بعد قليل.